زيارة لمستشفى 240 سرير بتوغورت، المستشفى اللي يعرف تقدم ملحوظ في الأشغال. القائمين عليه راهم يبذلوا كل مجهودات باش يكون هذا المستشفى في الأجال المعقولة اللي باش يقدم خدمات للمواطنين اللي راهو ينتظرها المواطن منذ سنوات. كاين فيه بعض ذاك بالنسبة للتجهيزات اللي كانت هي الشغل الشاغل نتاع السلطات العمومية، تم تخصيص شطر أول للتكفل ببعض التجهيزات الضرورية الأساسية. اللي همني تنشيط هذا المشروع وتسليمه في أقرب الأجل والاستفادة منه لسكان المنطقة ولكل الولاية تاع ورقلة.